الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ددونت.com يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من سنة الله سبحانه وتعالى الكونية الماضية أن يقع الاختلاف في عباده، وهذا الاختلاف ليس بذاته مذموما، وإنما المذموم ما يترتب عليه من التصرفات المخالفة للشرع أو التعصب، فهو سنة ماضية لا بد منها. وقد جعل الله التنوع فيه آية من آياته، فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ولكن المذموم هو أن يعجب كل إنسان برأيه وبما لديه، أن يفرح بما لديه. وقد ذم الله ذلك الاختلاف في كتابه في مواضع كثيرة، فقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فجعل العمل على أساس هذا الاختلاف منافل للرحمة، وجعله ضربا من ضروب العذاب، فقال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وجعله مظهرا من مظاهر الشرك، فقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الخلاف حاصل في هذه الأمة، وبين لنا وسائل تعديه بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى الهدي الذي تركنا عليه، فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيته. وفي الحديث الآخر: كتاب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وذلك بعد ذكر الخلاف، لأنه قال: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج من هذه الفتن التي تقع بالتمسك بالأمر الأول، فقال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن الآثار التي تترتب على الخلاف ما يتعلق بالولاء والبراء. فالولاء معناه الموالاة، الولاء في الشرع معناه الموالاة لقوم على أساس دينهم، والبراء معناه المعاداة لقوم على أساس دينهم. وهذا من أصل الاعتقاد، وهو من لوازم العقيدة وتوابعها، فلا يمكن أن يكون الإنسان مستقلا في اعتقاده ما لم يحب أهل ذلك الاعتقاد، وما لم يبغض المخالفين له على أساس هذا الاعتقاد. ولذلك حدد الله سبحانه وتعالى الولاء في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعكم حبطت أعمالهم
حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقد نعى الله على الأمم من قبلنا عدم أخذهم بالولاء والبراء في العقيدة وموالاتهم لأقاربهم وملوكهم وهم من المخالفين لدين الله وما أرسل به رسله الكرام، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقد حذر الله المؤمنين من موالاة الكافرين في عدد من آيات كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وبين الله سبحانه وتعالى أن ملة إبراهيم مأخذ للمسلمين ينبغي أن يتبعوه جميعاً وأن لا يفرطوا في شيء من سننه، وما بين الله عنه إلا في أمر واحد استثناه الله وهو استغفاره لأبيه. فقد قال الله تعالى: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نعم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. بين الله هنا الاستثناء فقال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وقد التمس الله العذر لخليله إبراهيم وبين سبب ما وقع فيه من الاستغفار لأبيه في سورة التوبة، فقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أن من حقوق المسلمين أن يحب الإنسان في الله وأن يبغض في الله وأن ذلك أقوى عرى الإيمان. وبين أنه لا يؤمن أحدنا الإيمان الكامل إلا بتحقيق هذا الولاء، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الولاء أساسه العقيدة، فمن كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه الذي أنزل عليه فهو أهل للمحبة. لكن هذا الولاء ينقسم إلى قسمين: إلى ولاء عام وولاء خاص. فالولاء العام لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو كان من الفاسقين ولو وقع في بعض الكبائر فإنه يستحق ولاء بقدر إيمانه بالله وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه لما جاء به. وإلى ولاء خاص وهو مختص بمن كان من أولياء الله الساعين لإعلاء كلمة الله فإن لهم ولاء آخر غير الولاء العام.
وقد ذكر الله هذا التفصيل في سورة الأنفال، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا إنما المؤمنون الذين قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، هذا الولاء العام. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهنا فصل الله سبحانه وتعالى في الولاء، فبين أن المؤمنين الذين آمنوا ولم يهاجروا وهم عاصون بذلك مخالفون لأمر الله ورسوله بوجوب الهجرة في صدر الإسلام قبل الفتح، هؤلاء لهم حظ من الإيمان ولهم حظ من التفريط. حظهم من الإيمان أنهم آمنوا وصدقوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحظهم من التفريط أنهم لم يشاركوا في إقامة دولة الإسلام بالهجرة، فلذلك لهم الولاء العام. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم، أي من الولاء الخاص، من شيء حتى يهاجروا، لكن الولاء العام: إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. أما الولاء الخاص فهو للعاملين للإسلام الساعين لإعلاء كلمة الله، ولذلك قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فهذا هو الولاء الخاص. وهذا الولاء أساسه كما ذكرنا الاعتقاد، ولهذا قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهذا تفصيل آخر في هذه المسألة، بيّن الله أن العدل قيمة من القيم الكبرى لا بد منها سواء مع المؤمن أو الكافر، مع الصديق أو مع العدو. فالمطلوب من الإنسان أن يكون عادلا دائما، ولذلك قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، حتى لو كان المشهود عليه ذا قربى. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فلذلك فصل هنا فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي أن تعاملوهم بمقتضى العدل. فهم لم يبادئوكم بحرب، وإنما كانوا مخالفين لكم في أصل الاعتقاد وفي الدين، وذلك لا يقتضي الاعتداء عليهم، إنما يقتضي دعوتهم وإرشادهم إلى طريق الحق وبيان الحجة لهم. فلذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أي من الكافرين، أن تبروهم. والبر يشمل بر القرابة كالآباء والأمهات والأعمام والأخوال والأقارب، ويشمل بر الجيران، ويشمل بر الإنسانية كلها بما يستطيع الإنسان إيصاله إليهم من النفع والخير. وتقسطوا إليهم، وقد اختلف المفسرون في تفسير تقسطوا إليهم، فقال الطائفة: المقصود تعدلوا إليهم، أي أن تؤدوا إليهم حقهم ونصيبهم من عدل الله في أرضه. وقال الطائفة: بل المقصود أن تعطوهم قسطا من أموالكم، وهذا الذي اختاره أبو بكر بن العربي في الأحكام بناء على سبب النزول، وهو قصة والدة أسماء بنت أبي بكر لما جاءت تسترفدها، أي تطلب منها مساعدة في المدينة. فهنا بيّن الله سبحانه وتعالى أن الكفار ينقسمون إلى قسمين: إلى معادين للمسلمين يعتدون عليهم ويخرجونهم من ديارهم ويؤذونهم، وأولئك ليس للمسلمين أن يعاملوهم بهذه المعاملة، بل لا بد أن يعاملوهم بالغلظة والشدة في مقابل غلظتهم وشدتهم.
وقد قال الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالذين لا يقاتلون المؤمنين ليسوا داخلين في هذه الغلظة والشدة، بل يعدل إليهم ويقسط إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وقد نفذ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وسيرته. وهذا المقام الأول، وهو مقام الاختلاف في أصل الاعتقاد أي معاملة الكفار، لا بد أن نذكر فيه أن البراءة العامة حاصل من جميعهم، كل من كفر بالله لا بد من البراء العام من نحلته أي مما هو عليه وبغضه له وبغضه أصله. فنبغض له أن يموت على الكفر، ونبغض له أن يشرك بالله، ونبغض له أن يكون من أهل النار، وذلك من واقع رحمتنا بالناس وسعينا لهدايتهم أجمعين. لكن من كان معاديا للدين باذلا لجهده في سبيل أذى المسلمين، فهذا درجته من البراء أشد من هذه، وهي أنه يجب أن يعامل بالغلظة والشدة والقوة، وأن يردع عن باطله الذي هو عليه. وفي الفقه قسم الفقهاء الكفار إلى ثلاثة أقسام: إلى كافر حربي وهو الذي يعادي المسلمين، وإلى كافر معاهد وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد يؤذن له في دخول بلاد المسلمين والخروج منها والاتجار فيها بحسب ما يقتضيه الاتفاق معه. والقسم الثالث الذمي، وهو الكافر الذي هو من رعايا الدولة الإسلامية. في القسم الأول وهو الكافر الحربي المحارب للمسلمين، ليس له إيمان ولا أمان يعصم دمه وماله. والقسم الثاني وهو المعاهد، قد أحرز دمه وماله بعهده، ولذلك أخرج البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة. معناه فقد أخل بذمة الله ورسوله، فلذلك لا يشم رائحة الجنة، ورائحة الجنة تشم من مسيرة 500 عام لم يرح رائحة الجنة. وكذلك الذمي فهو من رعايا الدولة الإسلامية أصلا، وله من الحقوق ما للمواطنين، إلا أنه ليس له حق الإسلام، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار المسلم له حقان، والجار الكافر له حق واحد. فحق الجوار لا بد منه، ومن حق الجوار عيادته إذا مرض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المرضى من اليهود في المدينة. وفي الصحيحين أنه سمع أن شابا من اليهود مرض، فقال لسعد بن وقاص بن أبي وقاص: تعال بنا نعده. فذهب إليه فوجده في السياق أي في النزع عند الموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرفع رأسه إلى أبيه يستأمره أي يستأذنه، فقال له أبوه: قل ما أمرك به أبو القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال لسعد وأصحابه: خذوا صاحبكم. فأخذوه وتركوا عائلته اليهود الكفار، ليس بينهم وبينه صلة. أخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسلوه كما يغسلون جنائزهم، وصلوا عليه ودفنوه في مقابر المسلمين. ومثل ذلك أيضا إجابة دعواتهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة حتى لو دعاه يهودي أو مشرك. وقد دعاه يهودي إلى إهالة سلخة وخبزة ناسة فأجابه. والإهالة هي الزبدة، والسلخة معناه التي قد اصفرت لم تعد جديدة بيضاء، وإنما بدأت تخالطها الصفرة. وخبزة ناسة أي يابسة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. وكذلك
فإنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع من أحبارهم إذا أتوه. وفي الصحيح أنه كان في ملأ من أصحابه فحدثهم عن العرض على الله يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يأخذ السماوات السبع فيجعلهن على إصبع، والأرضين السبع فيجعلهن على إصبع، والدواب والإنسان فيجعلهم على إصبع، والأشجار والنبات فيجعلها على إصبع، والبحار فيجعلها على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فجاء حبر من اليهود فلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في المجلس قال يا أبا القاسم أتعرف ما يفعل الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة بالخلائق؟ فقص عليهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام الحبر بعد كلامه، وكان ذلك تصديقا لما جاء به من عند الله. وقد أخبر الله بذلك في كتابه بأن العلماء من أهل الكتاب يعلمون أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة وقال لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكان يعاملهم المعاملة الحسنة فيرفق بهم ويلطف بهم حتى في أخذ الجزية، وقد أوصى بذلك. فعندما جاءه نصارى نجران خفف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاقدهم على أن على كل حالم 4 دراهم في السنة، كل حالم أي كل محتلم سواء كان غنيا أو فقيرا كبيرا أو صغيرا عليه 4 دراهم فقط، وهذا شيء يسير خفيف. وأمر بالتخفيف عنهم عن فقرائهم، وكذلك نهى عن قتل أحبارهم في الحروب، وعن قتل النساء والأطفال والعجزة من الشيوخ. وكان خلفاؤه الراشدون أيضا يحسنون هذه المعاملة فيخففون عن أهل الذمة ويقبلون منهم من صادقيهم ما يقولون. والإمام عبد السلام بن سعيد وهو سحنون التنوخي رحمة الله عليه، وهو عالم هذا البلد الكبير، مكث 70 سنة وهو قاضي تونس، أكبر قضاة تونس، ولم يأخذ راتبا من بيت المال مدة 70 سنة، لكنه شرط على الأمراء أن يولوه على أخذ الجزية من اليهود ليدفع منها رواتب نوابه وقضاته، القضاة التابعين له والنواب الذين ينيبهم في الأمصار التونسية، كان يدفع لهم الرواتب من جزية اليهود لأنها حلال لا لبس فيه، وليست مثل بيت المال المختلط الذي فيه الضرائب المحرمة وفيه المكوس. فكان يأخذ الجزية من اليهود، وبين أنه فعل ذلك لأمرين: أولا أن لا يظلم اليهود وأن لا يؤخذ منهم إلا القدر المطلوب شرعا، ثانيا أن تكون نفقة ولاته وقضاته من الحلال وأن لا يخالطها حرام، فالجزية من أصول الحلال الإجماعية. وهذه المعاملة الحسنة كانت سببا لإسلام كثير منهم، فمن كان فيه نخوة وعزة فعومل معاملة حسنة أدى ذلك إلى إسلامه. وكان بنو تغلب وهم من العرب الأقحاح، فجدهم تغلب بن وائل بن قاسط بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن قيدار بن نبت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن عابر بن فالغ بن يرفخشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لامك بن مهلائيل بن اليارد بن أنوش بن أخنوخ بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شئذ بن آدم، وهم من العرب الأقحاح، فلما كانوا نصارى، فلما أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا سمعنا أنك تأخذ منا الجزية كما تأخذها من اليهود من بني إسرائيل ونحن عرب، فخذ منا الزكاة ولا تأخذ منا الجزية. فعاملهم عمر كما يعامل المسلمين ففرض عليهم الزكاة، والزكاة أكثر من الجزية، الزكاة 2.5% من أموال التجارة مثلا، وشاة في كل 5 رؤوس من الإبل،
وبنت مخاض في كل 25 من الإبل، وهذا أكثر مما يؤخذ في الجزية. فأخذ منهم عمر مناب الزكاة ورتب لهم ذلك ولم يأخذ منهم الجزية، وذلك إحسانا للمعاملة، فكان هذا سبب إسلامه. ومثل ذلك ما حصل لليهودي الذي وجدت عنده درع علي بن أبي طالب، فإن عليا في بعض أسفاره فقد درعه، وهي الدرع التي أهدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها حبا شديدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل فيها يده. فلما فقد هذه الدرع حزن عليها وهو أمير المؤمنين إذاك، فبحث عن درع علي فوجدت عند رجل تاجر من اليهود، فرفعه علي إلى القاضي، والقاضي من ولاه؟ ولاه علي فهو الخليفة. فلما دخل عليه علي وخصمه اليهودي قال القاضي وهو شريح: اجلس يا أمير المؤمنين. ثم قال: تكلم يا أمير المؤمنين. فقال علي: ما زلت جائرا منذ اليوم، فلو جئتك أميرا لما كان لك الحق أن تحكم علي، إنما أنا خصم. فلذلك خاطبه القاضي من جديد فقال: ما حجتك؟ فقال: هذه درعي. فقال: هات البينة. فلم يجد علي من يشهد له في ذلك الوقت، فحكم بها القاضي لليهودي، فخرج بها اليهودي مسرورا، لكنه لما خرج تبين أن هذا الرجل إمام المؤمنين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمه كاتب الوحي له، يجب الإيمان بأنه من أهل الجنة، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوالي الأعظم للأمة الإسلامية، ومع ذلك يتواضع حتى يرافع بين يدي القاضي والقاضي يحكم عليه لصالح يهودي. فأسلم اليهودي وأهدى إليه علي الدرع بعد أن جاء بها تائبا، أهداها إليه تشجيعا له على إسلامه. وفي أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إليه وواليه على أحد الأمصار: يا أمير المؤمنين، إن بيت المال قد أفلس، فإن أهل الذمة أسلموا ولم يعد من موارد بيت المال الجزية. فقلم عمر البطاقة وكتب عليها: ويلك، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم الهداية للجباية. وهذا التعامل الحسن انتشر به الإسلام دون سيف ودون قتال في مناطق كثيرة من العالم، ووصل به إلى أصقاع الأرض، إلى مشارقها ومغاربها. فإذا قام به المسلمون وعاملوا الآخرين من غير المسلمين معاملة تليق بهم، وهذه المعاملة هي منقسمة إلى القسمين السابقين: عاملوا المعتدين بالشدة والغلظة ولا يحل أن يعاملوا بخلاف ذلك، وعاملوا غير المعتدين بالعدل والإنصاف والإقصار، فإن ذلك سيكون سببا لهداية كثير من الناس وردهم إلى طريق الحق. هذا ما يتعلق بالولاء والبراء في أصل الاعتقاد. أما الولاء والبراء بين المسلمين، فإن هذه الأمة أمة واحدة تجمعها كلمة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الكلمة تعصم الدماء والأموال إذا أخذ الإنسان بحقها. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حق الإسلام في قوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلذلك كانت هذه الكلمة العظيمة، كلمة الشهادة، إذا أداها الإنسان عاصمة لدمه وماله وعرضه. وأهلها متفاوتون فيها تفاوتا عظيما. فالشهادة أصلها أربع مقامات: المقام الأول أن يعلم الإنسان ما يشهد به، فالذي يشهد بما لا علم له به شاهد زور، وقد قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.
وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد أخرج البيهقي بإسناد فيه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس أترى الشمس إذا طلعت؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. فلا تكون الشهادة إلا على المعلوم، فلذلك لا بد أن يكون هذا المعنى وهو إفراد الله بالألوهية والربوبية وتوحيده بالعبادة حاضرا في ذهن الإنسان عند شهادته به. المقام الثاني هو أن يلتزم الإنسان بأن ينطق الإنسان بها بهذه الشهادة، فإذا علمها بقلبه ولكنه لم ينطق بها واستنكف عن ذلك واستكبر فلا ينقذه ذلك من القتل ولا يمنع دمه وماله، لا بد أن ينطق بها. والمقام الثالث والمرتبة الثالثة من مراتب الشهادة أن يلتزم بمقتضياتها، ومقتضى هذه الشهادة يقتضي أن لا تشريع إلا لله، وأن لا محبة حب الألوهية إلا لله، وأن لا يدعى ويستغاث إلا بالله، وأن لا يشرع إلا الله. فهي أربع مقتضيات، هي مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، وكذلك مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله الثلاث، وهي أن يصدق بكل ما أخبر به، وأن يطاع بكل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به. فهذه سبع مقتضيات هي مقتضيات الشهادتين. شهادة لا إله إلا الله مقتضياتها أربع: أن لا يعبد إلا الله، أن لا يصرف شيء من العبادة أيا كان إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ثانيا: أن لا يشرع إلا الله، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ثالثا: أن لا يدعى ويستغاث إلا بالله فهو حسبنا ونعم الوكيل وحده لا شريك له، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والرابع هو أن لا يحب حب الإلهية إلا الله، وقد قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومقتضيات شهادة أن محمد رسول الله هي الثلاث التي ذكرناها: يصدق في كل ما أخبر به فأنت شهدت أنه رسول الله ولا يرسل الله كذابا فقد صدقه الله بالمعجزات، فلذلك لا بد أن يصدق في كل ما أخبر به سواء فهمته أو لم تفهمه، حضرته أو لم تحضره. فأبو بكر قال إن كان قالها فقد صدق، فلا بد أن تعلم أن الوحي حاكم على العقل وحاكم على كل ما سواه، فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صدق سواء فهمته أو لم تفهمه، ويجب عليك تصديقه مطلقا. ثانيا: أن يطاع في كل ما أمر به، فليس للإنسان أن يأتيه خبر يعلم صدقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ثم يتردد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا بد من المبادرة للطاعة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من طاعته في كل ما أمر به. ثم المقتضى الثالث من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما جاء به، فأنت شهدت أنه رسول الله وليس في الأمة رسول سواه، فلا يعبد الله إلا بما شرع، وما شرع لا طريق لنا لمعرفته إلا عن طريق الرسول الذي أرسل إلينا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وليس لنا رسول سواه. فهذه مقتضيات الشهادة، وهذه الشهادة إذا انضم إليها أركان الإسلام الأخرى منعت دم الإنسان وماله وعرضه، كما قال الله تعالى في سورة براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا، الواو ضمير للمشركين،
وتوبتهم لا تكون إلا بشهادة توبتهم من الكفر لا تكون إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين تتحقق الأخوة الدينية بأركان الإسلام. وإذا قالها الإنسان ولو كان مقلدا أو كان ضعيف الإيمان أو كان عاصيا في جوانب أخرى أو كان واقعا في بعض الكبائر فإن ذلك لا ينقض حقه في أصل هذا الإيمان. وقد ثبت في الصحيح أن أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما كان في سرية من السرايا فشد عليهم رجل من المشركين فأنكى في المسلمين قتل وأنكى فرفع عليه أسامة سيفه ليقتله فلما أحس بوقع السيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة فرفع ذلك أصحابه أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يعنفه ويقول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فيقول يا رسول الله استغفر لي فما قالها إلا عائذا من السيف فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله ما قالها إلا عائذا من السيف قال هل لا شققت عن قلبي معناه أنك لا تدري. فهذه الكلمة العظيمة وقاية وعصمة لصاحبها وعصمة دمه هي نفس العصمة التي يعصم بها عرضه إلى يتكلم فيه بالغيبة وعصمة ماله فلا يعتدى على شيء من حقوقه. ومحلم بن جثامة وهو أخو الصعب بن جثامة وهما صحابيان والصعب من جنة الصحابة وقياداتهم خرج محلم هذا في سرية كذلك فقاتلوا رجلا من المشركين فقتل ذلك الرجل رجالا من المسلمين فرفع عليه محلم السيف فقال لا إله إلا الله فطارده حتى قتله فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الرجل يقول لا إله إلا الله ومحلم يناوشه حتى قتله فغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال اللهم لا تغفر لمحلم فحزن محلم حزنا شديدا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعش بعدها إلا 3 ليال من الحزن ومات. فلما دفنوه نبذته الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنها لتواري من هو شر منه ولكنها آية فالأرض تواري من هو شر منه هذا صحابي مجاهد ولكنها آية حذرنا الله بها من قتل المسلمين من قتل من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله ولو كان في اللحظة السابقة يقاتلنا ويوالي أعداء الله. فأظهر الله هذه الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه لتكون حجة على من يأتي فيستبيح الدماء ويستسهل القتل فيما بعد. ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محلم لا بد أن نجعلها أيضا في نطاقها الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان عند أم سليم بنت بلحان فجاءت يتيمتها وكان لكل امرأة من الأنصار يتيمة تكفلها وتربيها فجاءت يتيمتها فوضعت يدها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليها فبكت أم سليم وقالت يا رسول الله يتيمتي أتدعو عليها قال أما علمت العهد الذي بيني وبين ربي أن من لعنت ممن لا يستحق اللعنة أن يجعل ذلك له رحمة. فمن دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته وهو غير مستحق لتلك الدعوة كانت تلك الدعوة رحمة عليه لأن الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك يدعو على بعض أصحابه دعاء ليس مقصودا لا يقصد به الدعاء كقوله لمعاذ بن جبل ذكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وكذلك قال لأم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها في حجة الوداع قال حلقى عقرى أحابسة ناهية حلقى معناه يدعو عليها أن يحلق رأسها عقرى يدعو عليها بالموت
العقر بالقتل. قال حلقى عقرى أحابسة ناهية؟ قيل إنها قد أفاضت. قال فلتنفر إذن. وليس المقصود هنا الدعاء على أم المؤمنين بالحلق والعقر وقد برأها الله من ذلك، فالمقصود أن هذا مما يؤدب به الأفراد ويجري على الألسنة، ولذلك يأتي في السياق العام كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك يدعو عليه بالفقر، معناه لا تحرص على المال في مقابل الدين فإنه ليس بشيء وهو شيء زائل، لذلك قال تربت يداك في هذا المقام، ولا يقصد شخصا بعينه، فدل ذلك على أن هذا الدعاء غير مقصود. فلذلك المؤمنون جميعا ولو ضلوا ولو اقترفوا الكبائر لهم حق هذا الولاء العام، وللعاملين منهم للإسلام حق الولاء الخاص ولو أخطأوا في اجتهاداتهم وتقديراتهم، لأنهم اجتهدوا فهم مأجورون على كل حال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور أصاب أو أخطأ، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع، في الأصول أي في العقائد أو في الفروع في الفقه، فهو معذور لأنه طلب الحق باجتهاده ولم يوفقه الله له، فهو معذور في خطئه حينئذ، له أجر على اجتهاده وليس عليه إثم في خطئه حين طلب الحق باجتهاده. وقد قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ومعنى هذا الكلام أنه لا يوجد معصوم في هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الدعاة إلى الحق والناصرين للدين هم مجتهدون يخطئون ويصيبون، وهم أبناء زمانهم، ولن تجد فيهم معصوما لا يخطئ، فلا يحول أن ذلك بينك وبينهم، واعلم أنك أنت فيما بينك وبين الله أنت خطأ، ولا تدري في الميزان عند الله أخطاؤك أكبر أم أخطاء هؤلاء التي رأيتها. قد ستر الله كثيرا من أخطائك الكبيرة العظيمة، فقارنها بأخطاء الآخرين، وأيضا اعلم أن ما بذلوه في سبيل نصرة الدين يكفر السيئات، لأن الله تعالى يقول في محكم التنزيل: إن الحسنات يذهبن السيئات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ولذلك يلزم أن يعاملوا بالإحسان في الأقوال والأفعال، وقد قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبد الملك بن جريج أن رجلا جاء إلى عطاء بن أبي رباح فقال: يا عطاء، إنه يكون في مجلسك أصناف الناس وإني أكلمهم فأقسو عليهم ولا أراك تفعل ذلك. عطاء كان في وقت في سنة من السنوات وهو مفتي الحج رفع على جبل عرفة أربعة ألوية، لواء للأمويين في الشام، ولواء للزبيريين في مكة، ولواء للخوارج في نجد لنجدة بن عامر، ولواء للشيعة في العراق للمختار بن أبي عبيد. وكان هؤلاء جميعا يستفتون عطاء بن أبي رباح، الشيعة والخوارج وأهل السنة بفرقتيهم الزبيريين والأمويين كلهم يستفتون عطاء بن أبي رباح في شأن الحج، وهذا من فضل الله، فهذا الرجل أسود وأشل وأعور وأفطس وكان عبدا مملوكا، ولكن الله شرفه بالعلم والدين فجعل جميع هؤلاء يلجؤون إليه ويسألونه ويقدمونه ويؤثرونه على أنفسهم، لأن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل جاء إلى عطاء وقال: إنه يكون في مجلسك أصناف الناس، الشيعي والخارجي والأموي والزبيري،
وإني أكلمهم وأقسو عليهم ولا أراك تفعل ذلك. فقال عطاء: إني سمعت قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. إني سمعت قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. للناس، لم يقل وقولوا للمؤمنين، قال وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير وقت الحرب يعامل الناس بهذه الآية ومقتضاها. فقد جاءه عامر بن الطفيل العامري من بني عامر بن صعصعة، وهو الذي غدر بأهل بير معونة، وكانوا 70 من خيرة القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلهم عامر بن الطفيل، ولم ينجو منهم إلا عمرو بن أبي أمية الضمري. فلما جاء عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو وابن عمه أربد ابن ربيعة، أحسن ضيافتهما وأكرم نزولهما، وكان عامر فظا غليظا، فقال: يا محمد، لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. لأملأنها، أي لأملأن المدينة عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ذلك وابن عقيله. فلما خرجا من عنده دعا عليهما فقال: اللهم اكفني عامرا وأربد بما شئت. فأما عامر فأخذته غدة كغدة البعير ومات في بيت امرأة من سلول، وأما أربد فوقعت عليه صاعقة أحرقته وجمله، وقد رثاه أخوه لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه، وقد أسلم بعد ذلك بقصيدته المشهورة: بلينا وما تبلى النجوم الطوالع، وتبقى الديار بعدنا والمصانع، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. يقول فيها: ففارقني جار بأربد نافع. وكذلك فإنه لما أتاه قبل هذا الوليد بن المغيرة يجادله، ثنى له الوسادة وأكرمه في مكة. ولما أتاه عتبة بن ربيعة يجادله وكان فظا غليظا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع أبا الوليد. فكناه، قال له: اسمع أبا الوليد. فقرأ عليه سورة فصلت. وهكذا في إحسان معاملته لكثير من الذين أساءوا إليه. وقد بين أن هذا هو حسن الخلق، عندما قال له أصحابه: وما حسن الخلق بالذي تعني يا رسول الله؟ قال: أن تصل من قطعك، وأن تعفو عن من ظلمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. فهذا حسن الخلق، والله تعالى شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وعندما أسر النضر بن الحارث بن كلدة، وهو من بني عبد الدار بن قصي بن كلاب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له ولد ذكر، وإنما كانت له ابنة واحدة وهي قتيلة بنت النضر، وكان النضر من المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما كثر استماع الناس إلى الوحي اشترى هو جاريتين مغنيتين، فجاء بهما وبمزاميرهما، فكان إذا رأى الناس يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجاريتين فغنتا حتى يشغل الناس عن سماع القرآن. وأنزل الله فيه: ومن الناس من نزل الله فيه من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فأسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى يوم بدر. فلما بلغ الأذيل في الطريق بين بدر والمدينة أمر علي بن أبي طالب أن يضرب عنقه، فنزل علي فضرب عنق النضر بن الحارث، فسمعت ابنته في مكة بقتله، فأرسلت أبياتها المشهورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول فيها: يا راكبا، إن الأذيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق،
ظلت سيوه بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متعبا رصف المقيد وهو عان موثق أمحمد يا خير ضنء كريمة في قومها والفحل بحل مؤرق ما كان ضرك لو من أنت فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق أو كنت قابل فدية فلناتيا بأعز ما يغلو لديك وينفق فالنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق. فرحمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى عندما سمع هذه الأبيات بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وقال لا يقتل بعد اليوم قرشي صبرا فنهى عن قتل قريش صبرا بعد ذلك اليوم إلا ما استثنية فلدينا استثناءات مثل قتله لأبي عزة الشاعر يا محمراء الأسد ومثل قوله عندما قال اقتلوا ابن خطل فقيل إنه متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه لكن هؤلاء طغى فسادهم ولم يكن بالإمكان استصلاحهم لكن القاعدة هي لا يقتل بعد اليوم قرشي صبرا وإحسان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاملة أعدائه من المشركين واليهود والنصارى كانت سببا لاحترامهم للمسلمين وسببا لدخول كثير منهم في الإسلام فكثير منهم ما جره إلى الإسلام إلا إحسان المعاملة التي عامله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولذلك يلزم أن نعلم أن المؤمنين لهم حق وهذا الحق اقتضته هذه الشهادة العظيمة فلذلك لا يكون مسلما حقا إلا من سلم المسلمون من لسانه ويده وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فالمسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ السلام على الناس أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما أخرج البخاري في الصحيح قال حدثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وجاء به البخاري في باب آخر فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وأخرج الترمذي في السنن من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه لما أخبر بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنه قد نزل بقباء خرجت إليه فسمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تردوا الجنة بسلام وهذا كله يقتضي سلامة دماء المسلمين وأعراضهم من المسلمين وأن لا يقتدى عليهم الإخوة نجحوا في الإخوات الحالة وطوز للشغل ما شاء الله الحمد لله أعلنها الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سمعنا شيخ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قرصوا الله يصرحنا فتفكروا الله أعلم أن يصرحوا من وضحونا في الاتحاد الاتحاد العام التونسي للشغل اللهم لك الحمد لك الشكر. أما الجانب الثاني
فهو البراء. والبراء المقصود به أن يتبرأ الإنسان من الكفر وأهله، وأن يحس بالاستقلال دونهم. وهذا بحق المخالف في كلمة التوحيد أمر واضح لا بد منه، ولكن بينا تفاصيل ذلك فهم درجات. فمعلم العداوة تجب عداوته، ومن ليس كذلك لا حرج في الإحسان إليه. وتبقى قضية من قضايا البراء وهي قضية المحبة، فالمحبة في الدين ممنوعة، لأن البراء يقتضي أن كل دين صاحب دين مخالف لدين الإسلام يجب أن لا يحب في دينه، يجب أن يبغض في دينه. لكن المحبة منها محبة عاطفية لا تتعلق بالدين، وإنما هي ناشئة عن القرابة، أو ناشئة عن الصلة، أو ناشئة عن أثر الإنسان على غيره. فهذه المحبة ليست ممنوعة ولا مخالفة للولاء والبراء، مثل محبة الإنسان المؤمن لزوجته الكافرة، فقد أذن الله في التزوج بالمحصنات من أهل الكتاب، فقال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا يمكن أن يقال تزوجها ولا يحل لك أن تحبها، فهذا تناقض. فلذلك محبتها محبة فطرية عادية لا حرج فيها، بل قد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، فأحببت فعل ماض مثبت، وهو يقتضي حصول هذه المحبة، معناه أنه أحب فعلا عمه أبا طالب. ولكن الهداية تنقسم إلى قسمين: إلى هداية إرشاد وهداية توفيق. فهداية الإرشاد أثبت الله القدرة عليها لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. والهداية الثانية هي هداية التوفيق، فقد نفى الله القدرة عليها عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن إن الله يهدي من يشاء. فهداية الإرشاد قامت الحجة ببعثة الرسل إلى الناس فحصلت، كما قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم أي هداية إرشاد لا هداية توفيق. أما هداية التوفيق فهي التي تسألها في صلاتك عندما تقول: اهدنا الصراط المستقيم، فالمقصود هداية التوفيق لا هداية الإرشاد. ولذلك محبة الكفار من أجل قرابتهم، أو من أجل إحسانهم إليك، أو من أجل حسن أخلاقهم، أو محبة إنسان من أجل جماله أو من أجل تهذيب أخلاقه بغض النظر عن دينه، هذا ليس منافيا للولاء والبراء. وكذلك محبة الفساق لا لفسقهم، بل لعلاقتهم وقرابتهم أو لأخلاقهم أو لمعاملتهم أو إلى إحسان أحسنوه في وقت من الأوقات، هذا لا حرج به. فإن المطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعان في عبد مناف، عندما مات أبو طالب جاء المطعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن عمك عبد شمس كان يحميك من الناس، وإني أسن أهلي، ومن العار علي أن يقع فيك أحد وأنا حي، فأنت في جواري فلن يتعرض لك أحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، وكان يصادع عنه كما كان أبو طالب يصادع عنه. فلما مات المطعم رثاه حسان بن ثابت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصيدة يقول فيها: فلو أن مجدا خلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. وقد مات المطعم على الشرك، لكن بما أنه
أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه استحق أن يثنى عليه بما فيه. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أثنى على الروم بخمس صفات يشهد لهم بها، خمس صفات حميدة يعرفها في الروم شهد لهم بها، وذلك لأنه عرف فيهم هذه الصفات وهذه الخلال الحميدة. وعمر أثنى على الأخيرة منها فقال: وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك. هذه الصفة الخامسة أعجبت عمرا فنوه بها، قال: وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك، فأثنى عليهم بما يعرف فيه. وهذا من العدل الذي أمرنا به: وإذا قلتم فاعدلوا. وعندما جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونادوه من وراء البيوت ومن وراء الحجرات فقالوا: يا محمد اخرج إلينا نفاخرك، كان فيهم عمرو بن الأهتم وكان سيدا من ساداتهم، وفيهم الزبرقان بن بدر وكان من ساداتهم أيضا. فقال عمرو للزبرقان: عرف بي الرجل يريد أن يثني عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعرفه مقامه في قومه. فأثنى عليه الزبرقان بما تيسر، فغضب عمرو وقال: لقد حسدني، فلم يذكر كل ما عرف فيه من الخير. فقام الزبرقان فذمه بأمور أخرى غير الأمور السابقة التي أثنى عليه بها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، لأنه لا ينبغي أن يكذب أحد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا الكلام التناقض، أنت تمدحه الآن فلما غضبت ذممته. فلما رأى الزبرقان الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكني رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فجعل هذا الكلام كأنه سحر لقوة بيانه: ولكني رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت. والثناء على أي مشرك بما فيه من الخير من هذا العدل. ومثل ذلك من مات من أهل الجاهلية الذين لا نعرف مصيرهم، فهم من أهل الفترة المسكوت عنهم الآن وسيمتحنون يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر بما فيه من الصفات الحميدة، وأنشد بين يديه مدح لكثير منهم. ويروى أنه كان يحب أن يرى عنترة بن شداد العبسي لما سمع في شعره من الشجاعة، فأخرج له من قبره فرآه يمسح التراب عن وجهه ويقول: أين العرب وأبناء العرب؟ وأحب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن مهرهل الطائي، وكان رجلا شجاعا في الجاهلية، وهو الذي مدحه زهير بن أبي سلمى بقوله: وإلا يكن مالي بآت فإنه سيأتي ثنائي زيدا بن مهلهل، فما نلتنا غدرا ولكن لقيتنا غدا التقينا في المضيق بأخيل، تفادى حماة القوم عن وقع سيفه، تفادي بغاة الطير عن وقع أجدل. فأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الثناء، وكان يلقب بزيد الخيل. فلما أسلم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، ولقبه زيد الخير بالراء بدل زيد الخيل باللام. ومثل ذلك سؤاله للخزرج عندما أتاهم في الهجرة، فسألهم عن زيد عن قيس بن الخطيب الأوسي، وكان رجلا من الأوس وكان شجاعا، وقد قاتل الخزرج في حرب بعاث. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينشد شيئا من شعره، فأنشدوه قصيدته البائية التي مطلعها: التي يقول بها
تبدت لنا كالشمس فوق غمامة بدا حاجب منها وظلت بحاجب. هذه القصيدة يقول فيها أقاتلهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب. فسألهم هل كان صادقا فيما قال فسكتوا لئلا يشهدوا لعدوهم بهذه الشجاعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام سعد بن عبادة بن دنين فقال يا رسول الله والله لقد خرج إلينا في ثياب عرسه وقاتلنا بالسيف كما قال، لأنه قال في هذه القصيدة إذا ما فررنا كان أسوأ فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب. أشد ما يقع لديهم من الفرار صدود الخدود وزرار المناكب. هذه غاية الشجاعة في الواقع. فهذه صفة حميدة كانت لدى هذا الرجل من أهل الجاهلية فأحب من أجلها. ومثل ذلك حب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهرم بن سنان المري لما مدحه به زهير وبسلمان، لأن زهيرا مدحه بكثير من القصائد ومنها قصيدته القافية المشهورة، يقول في مدحه لهرم بن سنان بل اذكرا خير قيس كلها نسبا وخيرها نائلا وخيرها خلقا قائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى غزت سمانا فآضت ضمرا خدجا من بعد ما جلبوها مدنا عققا يكلف شأو امرأين قدما حسنا نال الملوك وبذا هذه السوقا هو الجواد فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه فمثله لحقا ويسبقاه على ما كان من مهل فمثل ما قدما من صالح سبقا غر أبيض فياض يبكك عن أيدي العناة وعن أعناقها الربقا وذاك أحزمه رأيا إذا نبأ من الحوادث غاد الناس أو طرقا فضل الجياد على الخير البطاء فلا يعطي هنالك ممنونا ولا نزقا قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا إلى أن يقول لو نال حي من الدنيا بمكرمة أفق السماء لنالت كفه الأفق. فأحبه عمر من أجل هذه الصفات الحميدة التي وصفه بها زهير بن أبي سلمان. ودعا كعب بن زهير بجير بن زهير رضي الله عنه فسأله فقال ماذا أعطى هرم لأبيه؟ قال كساه أذوابا وأعطاه إبلا ففنيت الأذواب وماتت الإبل. فقال عمر لكن الأذواب التي كساها أبوك هرما لا تبلى. في هذا المدح الباقي الذي ما زلنا نحفظه إلى اليوم. ومثل ذلك أيضا ما أنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدح أجداده والمجد خالصه لعبد مناب. وقد حرف المنشد فقال لعبد الداري فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال أهكذا قال الشاعر؟ فقال لا، إنما قاله المجد خالص ظهور عبد مناف. وهذا يدلنا على أن الحدية في التعامل ليست في الوجه الذي يفهمه كثير من الذين لا يعرفون حقيقة الولاء والبراء في هذا الجانب. أما فيما يتعلق بالبراء فيما بين المسلمين فإن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يتبرأ منه براء مطلقا، ولكن يتبرأ من معصية العاصي ومن جهل الجاهل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني جذيمة عندما قتل خالد رجالهم وقد قالوا صبأنا وهم يريدون أسلمنا ولم يحسنوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. فبرئ من هذا الفعل لكن لم يبرأ من خالد بن الوليد الذي قتله، بل كان يحبه وهو سيف من سيوف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك براءته من بعض الأعمال التي قام بها بعض الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو من خيرة الصحابة بني ثقيف
بعد قتل عامر بن الطبيب للقراء لقي رجلين من هوازن فقتلهما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب لهما عهدا ولم يعلم به المغيرة، المغيرة كان في سفر. فلما جاء المغيرة جاء ومعه سلم ذلك الرجلين اللذين قتلهما وأخبر أنه قتلهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدينهما، فرفع ديتهما إلى ورثتهما وأخذ السلم من المغيرة ورده على أهلهما، لأنهما قد عاهدا عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به المغيرة. فبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل المغيرة ولكن لم يتبرأ من المغيرة. وعلى هذا فإن الإنسان قد تختلف معه في تفاصيل الإسلام، سواء كان هذا الخلاف عقديا في جزئيات العقائد أو تعبديا في الأحكام الفقهية أو في المعاملات كذلك، وحينئذ لا يقتضي هذا الخلاف ذما ولا براء منه، وإنما يكون ذلك على قدر التبرؤ من فعلته إذا كان فعل فعلا مذموما شرعا ولا يتعدى ذلك. هذا إذن ما يتعلق بالتفصيل في الولاء والبراء في مقامين، في مقام التعامل مع غير المسلمين وفي مقام التعامل مع المسلمين. وخلاصته أن التعامل أمر آخر خارج عن الولاء والبراء، فالولاء والبراء يختصان بأمر الدين، لأن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. وقال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذا في الدين جاءت 3 مرات، وهذا الجار والمجرور قيد لهذا الولاء والبراء، فلا يكونان إلا في الدين أي في الجانب العقدي منه، أما الجانب الفطري الطبعي فليس داخلا في ذلك. وبعض الناس يلتبس عليه ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في تلخيصه لنواقض الإسلام، حيث قال نواقض الإسلام 10 وذكر منها مظاهرة المشركين مطلقا، فيظن أن كل مظاهرة للمشركين أو كل محبة لهم من نواقض الإسلام، وهذا غير صحيح. فمقصد الشيخ مظاهرة المشركين على المسلمين في أمر الدين، فمثلا إذا كانت حرب بين دولتين وليست على أساس الدين بل على أساس الأرض على أساس الحدود، فناصرت أهل دولتك على المسلمين الآخرين حتى لو كانت دولتك كافرة، وناصرتهم في حربهم على الآخرين التي هي غير دينية إنما هي حرب بسبب الأرض الحدود، فليس هذا مناقضا، ليس ناقضا من نواقض الإسلام. لكن إذا كانت الحرب بين المسلمين والكفار على أساس الدين، فحينئذ من ناصر الكفار فيها فهو فعلا مظاهر للكفار خارج من الملة بذلك. فلا بد أن ننظر إلى السبب، سبب الحرب مثلا، حتى نعلم وجه المظاهرة. فالمظاهرة المخرجة من الملة ما كان منها في الدين فقط، وما كان منها في الدنيا أو لسبب آخر ليس داخلا في ذلك. كذلك مما يكثر السؤال عنه ما يتعلق بتهنئة المشركين بأعيادهم وما يتعلق بتعزيتهم في مصائمهم، والجواب عن هذا السؤال أن أعياد المشركين تنقسم إلى قسمين، إلى أعياد دينية وهي شعائر وتعبدات من أديانهم المحرفة المبدلة أو الباطلة في الأصل أو التي لا أساس لها، فهذه لا يحل تهنئتهم بها، لكن إذا هنوا الإنسان لا مانع أن يرد عليهم التحية فيها، ومن كان جارا له يهدي إليه في أعياده فإذا رد إليه المعروف فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويذيب عليها حتى من المشركين. نعم، إذا كان هو الذي أهدى إليك لم تبدأه أنت بشيء، فأهدى إليك فيجوز لك أن ترد إليه
أن تأخذ منه هديته وترد إليه إحسانه بهدية أخرى من نوع آخر مثلا. أما القسم الثاني فهو الأعياد غير الدينية، وهي مثل عيد الوطني الاستقلال مثلا أو نحو ذلك، أو حتى عيد مولد الشخص نفسه أو نحو ذلك مما يحتفلون به، فهذه أعياد ليست دينية، فيجوز أن يهنئوا بها لأنها من المناسبات الطبيعية المعتادة. وقد كان السلف الأول يحذرون من الأعياد الدينية ومما يقع فيها من التهادي، كان لدى الفرس عيد اسمه عيد النيروز وهو عيد النار، فكانوا يهدون فيه، وكان السلف لا يأكلون الهدايا التي تهدى في عيد النيروز لأنها مما أهل به لغير الله. لكن عيد رأس السنة الفارسية وليس هو عيد النيروز، هذا من الأعياد الدنيوية وليس من الأعياد الدينية، وهكذا في ذلك. ومثل ذلك التعزية في مصائبهم، أي حملهم على الأعزاء في ما يقع لهم من المصائب، هو من الأمور الجائزة لأنه من التعامل الحسن. لكن إذا أردت أن تعزيه في موت ميت فالأدب أن تقول ألحقه الله بأهل دينه وعوضكم الله خيرا منه. ولذلك يقول الفقهاء تعزية الكافر بالكافر لا تمنع من غير خلاف نقل، يقول إن عزاه في قرينه ألحقه الله بأهل دينه. نعم. وكذلك ما يتعلق بإحسان جوارهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الجار الكافر له حق واحد، وقد كان للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه جار من اليهود، وكان الإمام أبو حنيفة يقوم الليل كله لا ينامه الليل، وسبب ذلك أنه مر يوما بصبيان يلعبون فقال أحد الصبيان لأصحابه هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا، فسمع ذلك أبو حنيفة فقال والله لا يتحدث به الصبيان وهي كذب، فلم ينم بعد ذلك من الليل إلا قليلا. وكان جاره اليهودي يزعجه في قيام الليل لأنه يشرب الخمر في بيته فيسكر، فلا يزال يغني بأبيات العرش أضاعوني وهي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. وذات ليلة فقد أبو حنيفة صوت جاره اليهودي، فلما صلى الصبح جاء فطرق الباب على أهله فقال ما فعل جاري، أهو مريض؟ قالوا أخذه الشرطة ذهب به العسس. فذهب أبو حنيفة إلى الشرطة حتى استخلص منهم جاره، فلما أخرجه من السجن مسح على منكبه وقال قد أضعناك يا فتى قد أضعناك يا فتى، يشير إلى ما كان يتغنى به أضاعوني وهي فتى أضاع، مسح على كتفه ويقول قد أضعناك يا فتى قد أضعناك يا فتى. وهذا النوع من إحسان المعاملة داخل فيما سبق من التسنن بالهدي النبوي وبهدي الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ما أريد أن أطيل عليكم ولا أن أشق عليكم، ما أعرف أن غير المسافرين منكم أيضا سيصلون صلاة العشاء، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.